صباح الخير يا شباب، صباح الخير يا صبايا. حلقة اليوم من تكنولوجيا موجودة حدكم، مول الفجيرة بمحل اسمه VR Universe. أخيرا حلم من أحلامي تحققت، أن يكون في محل في الفيرتشوال جيم موجودة بأمارة الفجيرة. ما في داعي نطلع على أبو ظبي أو على دبي كرمال نلعب هيك ألعاب، لا، موجودة حدكم خمس دقائق بمول الفجيرة، محل في ألعاب أنا تفاجأت أنه موجودة هون. هاي الألعاب أنا شفتها بسفراتي برا. خلينا نفوت ونشوف، نعمل تست صغير على بعض هذه الجيمز الموجودين بـ VR Universe. VR هو الواقع الافتراضي، هو عبارة عن برامج محاكاة لبيئة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة في العالم الفعلي، مع محاولة توصيل إحساس شبه حقيقي عن طريق برامج وتكنولوجيا متخصصة في هذا المجال. من وين اجتك الفكرة وليش اخترت VR يكون موجود بالفجيرة؟ نعم، الفكرة التقليدية القديمة أني أكون أنا جالس على الفيديو جيمز ألعب وحرك أصابعي بس، هذه تعطيك خمول، تكون جالس يعني ما في أي حركة، ما في أي أكشن. هنا تقدر تقول في نوع كأنه حركي، في نوع من نوع أنواع الرياضة. اللاعب ممكن يطلع للجهاز، راح يكون في حركة، راح يدخل في عالم كأنه يحس عالم الفضاء كأنه يطير، أو ممكن يشوف أشياء علمية عن الزلازل، عن الفضاء، عن البحار، ألعاب ترفيهية إلى آخره. فحيكون في حركة، في صرف للكالوريز، في حيوية، بدل المفهوم القديم السابق أنه أنا حرك أصابي بس، لا، أنا جسمي بالكامل راح يتحرك. خبرنا، شو في عندك مشاريع للفيتشر بالفجيرة بشكل عام؟ والله أنا حبيت أنقل هذا المشروع، الفكرة تحديداً لأهل الفجيرة، وإن شاء الله مستقبلاً عندنا مشاريع أنه نعمل ورش علمية عن الهولوغرام، عن الدي ان اي، عن حتى مكعب روبيك. الأفكار كثيرة وإن شاء الله جايين تطبيقها مرحلة مرحلة بإذن الله. اللي بيفكر انه اللي بده يلعب بالفي ار جيمز انه والله بنلعب 2 3 جيمز وخلص، في مكنه هذه اللي احنا قدامنا شايفينها، او هاي اللعبه اللي قدامنا فيها 156 لعبه لحالها. يعني اذا انت جيت مره وقلت خلص يا اخي خلصت لعب وما في شيء اعمله، لا، بدك تيجي 156 مره كرمال تقدر تخلص المود تبعون كل هول الجيمز. في عندك حرب، في عندك طيران، في عندك ريسينج، في عندك ديناصورات، شو ما كان فيك تعيش هاي اللحظات بهيك ألعاب. فأنا حنقي لعبة I was a bird، تنشوف شو هي. في لازم أول شيء في مشان السيفتي بدهم يوزنوني ويشوفوا قديش طولي كرمال أقدر ألعب هذه اللعبة ولا لا. مش لازم يكون أكثر من 120، أو أعتقد أنا أكثر من 120. هروح وزن حالي ونلبس المكنة على عيوننا ونجرب هاي اللعبة. واو واو واو، لكل حدا مش لاعب الفي ار من قبل باستوديو او وين ما كان عم يحضرنا، يجي يجرب هيدي اللعبه او يجرب حيالله لعبه موجوده. بتعيش شعور، يعني انا هلا كنت عم بلعب مثل جراندايزر، بتعيش شعور كثير 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 حلو، كانك مع الديناصورات، كانك بالطياره، كانك بتسابق، كثير حلو. للي قاعد بالبيت وعم يلعب على الصوفة، لا، تعا جرب بالفجيرة، مول الفجيرة، يونيفرس في ار. بعد مرة بقولها
هذه كانت فقرتنا بالتكنولوجيا لليوم بصباح الخير يا وطن، وبرجع لعندكم على الاستوديو.